17 مصابا بفيروس كورونا غادروا مستشفى القطار بعد التأكد من شفائهم التام. هي بارقة أمل تلوح في سماء المستشفيات الجزائرية بعد أسابيع سيطر عليها الخوف والذعر، خوف من واقع مرير أصاب الصحة في الجزائر فوضعها طريحة الفراش، وذعر من مستقبل غامض لجائحة كورونا. أحاسيس سرعان ما تبددت بعد إقرار اللجنة العلمية استخدام بروتوكول هيدروكسيد الكرولوكين. البارح خرجنا 17، اليوم بربي إن شاء الله نزيدو نخرجو كاش 8 ولا 10 هكذاك بربي إن شاء الله. سي بون ليفوليسيون إي بون، لو تريتمون إي بيان ريسبكتي، إلي بيان كوديفيي، دونك إي نو بوتيتر كو بيان ريسبكتي. عندنا واحد الميساج لازم ندوزوه كي تخي إمبوغتون، كي بلوس كو لو تريتمون، سي كو لي جون يقعدو في ديارهم. أرقام تبعث على الأمل في نفوس فاقديها، فقبل أسابيع قليلة كان العالم والجزائر في حيرة سببها كوفيد-19. نتائج تعكس مدى نجاعة بروتوكول العلاج الجديد ومدى تحكم الطواقم الطبية الجزائرية بهذا الدواء. رانا نعطو انتي باليديان سي ليدروكسي كلوروكين. راه المرضى يونا كي لا سوبورت تري بيان، سا نو دون با ديفي. الوغ قبل ما نعطو الدواء، اون بيان سور توت ان بيلون افير، ان بيلون بيوشيميك، ان او سي جي، سي تري امبورتون. اي اون كومونس دابور بار اون سوبليمونتاسيون كومبلكس بوليفيتاميني دي مالاد، اي اون كومونس لو تريتمون. اي تو لي 3 جور اون في ان او سي جي، اون روفوا لي مالاد، اون روفي دي كونترول بيولوجيك سيليا ليو دو لي فير، اي فير لو 7ييم جور كون في لو بروميي كونترول. هي إذن بشرى سارة نقولها لكم اليوم من مشفى القطار. حالة الشفاء تتزايد يوما بعد يوم بعد الامتثال إلى بروتوكول الكرولوكين، ورقعة الأمل تزداد عند الجزائريين. ريم عزوق، الجزائرية 1، مشفى القطار.